نصل إلى محطة توزيع الجوائز ونبدأ بجوائز الفائزين في مسابقة الإمام البخاري. الجائزة الأولى هي من نصيب السيد محمد سهلي من مدينة قلميم. وقدرها 50,000 درهم أي 5,000,000 سنتيم. فليتفضل إلى المنصة ليتسلم جائزته أو يبقى السيد الحاج عيسى بلاوي هو الذي تبرع بالجائزة كلها وقدرها 10,000,000 سنتيم. جزاه الله خيرا وأجل بشفائه.